قناة الدراما المغربية. هادو جد ليك، هادي ذا الطالب القديم وهادي ذا الطالب الجديد اللي جات من بعد الإصلاح الجامعي. واش تقدر تقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ شوف مزيان، هادي فيها الخانات أكثر من هادي. بغيتي تقول أن هادي فيها جوج في كل مستوى وهادي أربعة، وهذا الشيء هو اللي جاب ما يسمى بالتخريب الجامعي أو الإصلاح الجامعي، عفوا، اللي كيمنع الطالب أنه يبقى 3 سنين متتالية في كل مستوى، وأن أي طالب ما توفقش أنه يجتاز. أهلا، لاباس عليك؟ بخير؟ بخير. إيوا خلوك تجي؟ لاباس عليها؟ إيوا ما خلاوش. جاتك لافاك مزيان؟ صافا. إيوا المهم إلا احتاجت شي حاجة أنا موجود. شكرا. صافي؟ يلا مع السلامة. راحل؟ شكون هاد الزين هادي اللي كنتي كتهضر معاه؟ عايلة بدرجة عمتي شي ديالك. البنات شنو خصكم؟ عرفتي شنو خصني أنا؟ خصني الراجل. تنتينا شي راجل راحل ولا؟ أنا لو كخصني الراجل قد يكون في ضاق يعني شي مانشادة مع مانشادة. شنو كتبغي؟ هي كاملة كتبغي. أنا عم راسي في عرف طاقة ماشي باقي صغير كنقطع في صباحي. أنا بغيت غير تشرح لي وتكدب هادشي اللي كنسمعه. أنا قلت لك وليتي بودينا كتسمع الهضرة ديال الناس كاملين من غير ديالي أنا. عرفتي أنا غادي نمشي بحالي. جلس عايشة وبلا ما تحرك من بلاصتك. لا عندك الوقت وكل شيء من غيري أنا. شحال هادي متشوفني ياك؟ حنا هنا باش نقراو ماشي باش نديرو الرومانسية. ولكن حتى في الكلية ما كنت كنشوفك فين كتكون؟ وهذا كيعيطو الدخول في الصحة. أنا هادشي راه بصح طلع لي في راسي. كيجيب لي الله من الأحساس. شو ما عليك عايشة؟ أنا بغيت غير نشوفك حيت وحشتك. سعيد نهضر معاك بصراحة بلا ما تعذب راسك معايا. انت انسان مزيان وانا ما نصلحلكش تيقني. صباح كمرادي. باب تسكن هاد العام الرفض وحدي مصطفى. شمي في مطار ماشي مهم، حنا بغينا نجمعو الطلبة والسلام. فين مع الطلبة؟ في القاعة كاملة خاوية. ما قدروش يجيو، نجبروهم خافو ورجعو للدور ديالهم. حياة، تني اللي غتقدم الفيلم. علاش؟ القاعة خاوية ومكانش الطلبة بزاف، غيبداو. Thank you.
كتعملي هنا؟ عيطت حامد اليوم ما عيط حتى شي واحد، وراه عشيه كامله وما كيستناوكم هنا اصحاب الحال، وحتى اصحاب كنصحكم بقاوش تجيو من الاحسن. صباح النور يا مصطفى. انا كنعتقد بان الانزال شحال ما بقى غادي يتسالى. علاش؟ لان الخوانجيه اللي ماشي طلبه كل واحد عنده شغل، وبالتالي غادي يمشيو، وفي هذه الحاله غادي يكون من السهل علينا اننا نسترجعوا الساعه. هذوك الناس راهم في حالات الجهاد وقادرين يضحيوا بكل شيء. انا كنظن الشكل الصحيح للمواجهه هو نردوا عليهم بنفس اللغه. كتنسى بلي حنا ولينا بحال الفيران ديما مخبعين في الغار ما كنخرجوا منه حتى كيطيح الظلام. ما تنساوش بلي الرفاق المطردين ماشي غير في الديور ديالهم، حتى في المدن اللي عايشين هما فيها. عيط؟ يتصل بك حميد؟ لا. ما حاولتيش يتصل به؟ لا. وين الرفاق؟ ما نخليكم مشى بحالي. ما نصب. لا محتاجش نمشي بوحدي تحسن باش ما نديروش انتباه. خليها الرفيقة. حاول تكسب الرفيق حامد وتعاود له على هادشي اللي وقع في الصح. وعلاش انا بالضبط؟ حيت انت وحامد شحال هادي كنتوا مع بعض. كلنا شحال هادي، ما بقيناش مني مشاوا في حالو. الله يهنيكم. حياه يلا اطلق راسك ليش واجي. ماشي الناس ما جايين عندي بالصواب وانا نقول لهم ما تجيوش. لا انا ما نبغي نمشي عند حد وانا جماعه يجين عندي. وامشي عيش بوحدك في الغابه. حيث؟ خلي بنسيها الأيام عندكم الحياة في الكلية. لبا إحنا عنا الدنيا هنية تما بحال كنا في الثانوي. كيفاش؟ هاي نقص في الجرائد شي واحد. شكرا. شي واحد منكم شبروها في الثالثة. ما نعرف ما عرفة والو أنا. أما تجي يمكن البنات اش كتعملوا؟ سير فحالك نبيتك، مش بديتي كتحيح وكتقول خصك بيتك بوحدك؟ ياك قلتلك صافي قنطتي. انا وقيله من الاحسن. لا اللي يشوفك هكا يقول ما عندك ما تلبس. علاش حنا كنجيو نقراو ولا كنجيو نعملو الديفيلي؟ انا القرايه هي اخر حاجه كنفكر فيها. انا جيت باش نعيش، هذه هي الفرصه ديالي. راحل. نعم. اجي تونسوني. واخا كاين من عاونك فيه. كمل هادي يا بنتي. لطيفة اش قشر معنا جلبان؟ انا الماكله ديال الدار طلعت لي فراسي. انا غادي نخرج ندير شي بوكاديو. يلا تخرجوا معايا. لا اش نقول لكم البنات، والله ما عرفت. مصطفى مزوج وامين مزيون ولكن حازق، ومحسن عطاه الله ولكن شحال ثقيل على القلب. بسر اختي. مهم شو نقول لكم، والله ما كاين علاش تحط يدك. ثلاثه في دقه واحده. واش اذا ما صدقش هذا يصدق اخر. لا باس. جيش محمد سيعود خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سيعود خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سيعود خيبر خيبر.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في الكلية بقينا عاملين الانسان بكي احنا ما نبقاوش يدنا مربي اتحقوا بنا الرفاق ديالنا في كلية العلوم بس حتى احنا نعملوا انسان مضاد زعما تقدروا عليهم نقدروا عليهم الطلبة في حالك اتحقوا بنا ما نبقاوش جالسين داخل حالة تأمل نظري انا ديما كنت غير متعاطف راك عارف هادشي ولكن ساعد انتينا دائما كانت المداخلات ديالك عندها نفس المرجعيات القاعديين الوقت احنا محتاجين الطلبة بحالك الوقت تبدل لك أماكت ميزان القوى ولا في صالح الرجعية ولا من قبيل جنون الدفاع المقصية وزيد عليها عندي ظروف وراك عارف هادشي شمن ظروف؟ هاديك فيتي صاحبي رجعتك خارج التاريخ رجعتك سيلفي انساها صاحبي وعمل علاقة أخرى مصطفى خصك ديجا تكون عملتي علاقة باش تفهمني أنا اللي كيهمني دابا هو الوضع ديالنا داخل الساحة والمواجهة ديالنا هاد الخطر الظلام ملي كنخرج في الصباح ما كنعرفش راسي واش غنرجع ولا لا واش غدا غادي تكون الحياة ولا غادي تكون الموت أنا عارف راسي ضعيف ولكن كنقاوم لست مهزوما ما دمت تقاوم لو كان الاختيار عندي ما بين أنني نموت أو لا نموت غادي نختار نقاوم اتفق معك ولكن انا ما عنديش الوضوح الكافي باش نتسحق بالساحه انا كنقول يجب اعاده النظر في مجموعه من المسلمات والتفكير في الذات كاين معطيات جديده وما يمكنش نستمروا بنفس الطريقه الرفاق شي حاجه تسكت شي حاجه تسكت الله يخليك سكت الرفاق الله يخليك بعد الهزمه الشرسه التي اصبح يتعرض لها الاتحاد الوطني لطلبه المغرب وبعد ان وصلت وقاحه القوى الظلاميه الى حد اغتيال رفيقنا المعطي امنيه بوجده كان لابد للانسان ان يقف ويختار بين ان يكون الى جانب رفاقه يقاسمهم معاناتهم أو يعيش بعيداً لكنني اخترتكم أنتم لأنني أحبكم أنتم الاتحاد الوطني تقدم الجماهير الاتحاد الوطني تقدم الجماهير الاتحاد الوطني تقدم الجماهير الاتحاد الوطني تقدم الجماهير الاتحاد الوطني والنصر مشتعل وطني أنار الدرب والنصر مشتعل في يقظة الفلاح في صرخة العامل في يقظة الفلاح في صرخة العامل في ثورة الجمهور يا شعبنا البطل في ثورة الجمهور يا شعبنا البطل وصغرت صغرت 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 يا حبابي وغنوا غنوا قولوا معايا ورجال غدار
الزين علمو. تما حاولت نتأقلم ونبدا حياة جديدة، ولكن ما قدرتش. كنت يوميا كنضرب شحال من كيلومتر باش نجيب الجرائد ونقرا الاخبار ديالكم. النهار اللي عرفت ان الرفاق ديالنا كيتقتلوا فاس وجده، ما قدرتش نزيد نصبر، زيت حوايجي وجيت. ما تصوروش الرفاق شحال توحشتكم. مالك امينه؟ والو. كتبكي؟ لا. لطيفه عندها الحق، الواحد في هاد الزمان هو يعمل جوج او حتى ثلاثه، باش حتى اذا ما كان هذا يكون هذا. ماشي انا بحال حمقه عطلاني يتين واحد. مين اش كتقول؟ اش غنقول لك اختي؟ اختك غرق حتى الودنين، ما عارفاش اش غندير. عزيز ملي مشى عمرو ما اتصل، تقول داكشي اللي كان بيناتنا عمرو ما كان. هادشي كامل وسكتة ياك ما عزيز؟ اول راجل عرفته في حياتي، كنت صغيرة بزاف، كنت انا في سانكيا ماني وكان ديجا في لافاك. اول مرة شفته كان كيتدخل في الجمعية على قضية فلسطينية، عجبني وعملت المستحيل باش نتقرب منه. متصورش شحال توحل. اش كتقول الهجيج؟ مخبيني ليا شي حاجة؟ سبحان الله العظيم، ما كتفلت والو. انا كنت نعسة، انتوما اللي طيرتوه لي. ارجع لمتعك، تانا فيا الناس حتى نعاود لكم بعدا. دفوع عليكم على الهجيج، انا كنعرفكم كتخيروا مني، حتى حد ما كيديها فيكم. انا ساكن انا وحامي، كيف تكون معنا حتى انتين؟ انا غادي نخي الدار ونمشي بحالي، انا رجع حتى للامتحان. هادشي اللي كنتي كتفتش عليه؟ اي حاجه في ماكتيل ولات كتفكرني بعيشه. اصاحبي هادشي عادي كيوقع لاي واحد، دابا تنسى. الو الو بابا، لاباس الحمد لله، كيف نتوما؟ انا توحشتكم بزاف. لا 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 ما تخافوشي، لا لا هنا الدنيا عندنا هانيه، داكشي كيكون في فاس وجده. وصافي فين الزين؟ عندك شي شعلة؟ مش معايا بوحدك ولا معك شي واحد؟ بوحدي. أحياني عليك. شنو قلتي دابا؟ ساكن بوحدك؟ انا ساكنه مع ويشه مع سعاد. ويشه مقنطره ولكن هي كتقول لي من طنجه، سعاد تطوانيه من محنش، باينه عليك ولد الناس. عرفتك من الشوفه الاولى بحال اللي كيقولوا، كما كنتي شي ولد الناس ما نثقش فيك، ما جات معاك حتى خلفه. انا ما كيهمونيش الفلوس، انا اللي كيهمني هو الواحد يتهلا فيا، نعطيه كلشي. عندك تفهم غلط، زعما انا لك خدامه شفتي؟ صلاح لك ياك، تزوج بيا، اجي تجرب، والله ما تندم. عندك اليدين مزيونين، تقول غير يدين شي بنيته، تقرا لك الكاف، كنعرف، علمتني عزيزة الله يرحمها. انت طالب، باين عليك. اش عرفتيها؟ والله ما نعرف، انا اللي خرج ليا هو الحب، ملي كنت في الإعدادية. صحت مع مصطفى ود الحومة، مصطفى كخدم باب سبتة، تغرمت فيه تخولي لي ركابي. ملي قلت له انا حاملة مشى مرجع. ولدي سميته راغب بحال راغب علامة، يحمقني خصوصا ديك الاغنية الهوى سلطان الهوى سلطان على عاشقين الهوى سلطان اشكي للزمان. لكن هذيك كيغنيها زوج وصف كلشي بحال بحال، وقيلا كنهضر بزاف. كتقولي لي دينا وسعاد، ولكن انا قلبي بياض واللي على قلبي لساني.
شتي بالحق شنو سميتك؟ انا سميتي غيلانة. العائلات كاملين ما كيقولوش الاسم ديالهم، ولكن انا كنكتبش بحالهم. شكلي بحال اللي كنعرفك شحال هادي. ايوا بسلامة الزين. شهادشي يا كمرات. سيداتي ساداتي، مرحبا بكم في برنامج تليفونا. باش نقدم الفيلم طاجين مشكور جميل. سيداتي هاد الطاجين هو ساهل وغاية. لا عمرك يقدم يعني في أي وقت، سواء كان في الدار أو في الدار، ولكن عائلتي خويا اختي سلامة. ايه على سلامة. فين مشيتي؟ ايه المهم الرفاق راه عاملين واحد الحلقة هي النقاش، كرهناك شي تجي تحضر معنا. صافي عندك ما تجيشي. واخا صافي. إن وصول اليسار إلى قيادة الحركة الطلابية عن طريق التحالف المعروف باسم الطلبة الجبهويين المكون من طلبة إلى الأمام وطلبة 23 مارس وتيار لنخدم الشعب كان كارثة على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لأنهم حملوا هذه المنظمة العتيدة ما لا تحتمل، فقد اعتبروا أن الطلبة كقوة شبابية يمكن أن تكون طالعة النضال الثوري حسب زعمهم، أي بإمكانها قيادة الجماهير في الوصول إلى السلطة السياسية وبالتالي السيطرة على جهاز الدولة، وهذا ما دفعهم إلى الدخول في مجموعة من المعارك السياسية، وأقول سياسية لأنها انطلاقا من هذه القراءة لم تكن نقابية ولا علاقة لها بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب وبمطالب الطلبة، مما أدى إلى حلول الكارثة بالاتحاد الوطني وفرض الحظر القانوني عليه. لذا لا بد من نبذ الاختلافات الإيديولوجية والاحتكام إلى الواقع، ودرس المؤتمر 15 واضح. ففي الوقت الذي بقي فيه اليسار نائما في مرجعيته الماركسية الغربية دون اعتماده على الخصوصية المحلية للشعب المغربي، فصار يطبق على هذا الشعب المسكين قواعد غربية لا تنتمي لذاتنا وخصوصيتنا الإسلامية، وهذا هو ما نسميه الاغتراب أو الاستلاب الفكري. وقت المتفق عليه فكر مستجيب مع الواقع. وقت المتدخل. وقت المتفق عليه المتدخل قد انتهى. تفضل الرفيق. إذن تحية نضالية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية ومستقلة. أشكر فضيلة الأخ على هذا التدريب الإنشائي للحركة المتأسلمة بالمغرب، وسأعتبر أن كل ما جاء به الرافق. اسمح لي يا الأخ، أنا ماشي رافق، أعوذ بالله نكون رافق في حالك. وسأعتبر أن كل ما جاء به يدخل في خانة الرياضة الإنشائية لا غير، لأنه لم يفعل سوى تأكيد لنظرية ابن خلدون في تعريفه للغة كونها قرع للشفتين، وهذا ما رأيناه في فقاقع صابونية تطير في هذه الحلقية لتنفجر بطريقة استعراضية. أما حول ما قلته كون مناضلي اليسار مستلابين أو مغتربين، فالاغتراب الأخ لم يرد كمفهوم عند الغزالي أو ابن حنبل أو أبو حنيفة، ولا حتى في منظومة أخرى في الفقه الإسلامي، ولكنه يحتل مكانا مركزيا في الفقه الهيجيلي.
وكما هو معروف فهذا الفك غربي، فكيف تردون على المغتربين بفك مغترب من الغرب، وكيف تردون على المستلبين بفك مستلب؟ ولكن لنذهب بعيدا في المنطق ونوصل الخطاب إلى حدوده القصوى. فعندما تقومون بتقسيم العالم إلى مغتربين وأصحاب أصالة، إلى فك غربي وفك أصيل، فإنكم تقسمون العالم وتحصرون تناقضاته في فك غربي صافي منسجم ومكتمل، وفك الشرقي صافي منسجم ومكتمل، فيصبح العالم مقسم إلى كتلتين، شرقية إسلامية وغربية كافرة. تحصرون بذلك التناقضات التي تعتمل في عصرنا إلى قطبين، تتصورون أنه يجاد بينهما صراع لا هوى تافه. لذا فإن صراعنا السياسي لا يجب أن يكون مع رجعية الحكيمة والمستعبدة شعوبها في تحالفات مع الفئات الرجعية السائدة المتحالفة في دورها في حركة معقدة من الفه مع البرجوازية الغربية الحكيمة. ولابد أن أذكركم بظلامية هذا الفكر أو ظلامية هذا الفهم الذي يغيب الفكر في خليني أكمل الرفيق. ولابد أن أذكركم بظلامية هذا الفهم الذي يحشر الفكر في تناقضات وهمية غير التناقضات الواقعية. نقطة نظام عندك تزمو الطلبات، تزمو نقطة نظام، نقطة نظام. إن هذه المشاكل لا تهم الطلبة، ولا بأس من العودة لنقاش الحركة الطلابية. وأنا أقول هنا من موقع المسؤولية السياسية أننا نريد الوحدة، وبالنسبة لنا فموقفنا المبدئي واضح لا لبس فيه، فنحن مع الوحدة والهيكلة حتى على أرضية المؤتمر 17، ونحن كذلك لا نختلف مع المبادئ الأربعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهي التقدمية الديمقراطية والجماهيرية والاستقلالية. نقطة النظام ديالو الثلاث سد للرافع. تحيي النضالية مجددا. أقول إذا كان تبني مبادئ الاتحاد من قبل الإخوان فهذه ثورة معرفية وسياسية من قبلكم نحييها، ولكن تبني هذه المبادئ لا يتم كالشهادة في الإسلام، فيكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله لتكون في عداد الملة. الأخ هذا الكلام اللي كيقولوا هذا السيد، صحابو شدوا الحوانت ديالهم وخرجوا من التاريخ. فالتجربة السوفياتية المنهارة شنو عملت؟ أول حاجة الصنم ديالهم لينين ما عنده لا ديمقراطية ولا هم يحزنون، هو كيدعو لديكتاتورية البروليتاريا بكل صراحة. وهاد الإخوان كيقولوا لنا الديمقراطية. أسيدي حنا كنقولوا لكم وضحوا مع راسكم وبركوا من الكذوب، ونزيدكم الطلبة ملي كتنجح الثورة ديال هادو مصاب تكون بروريتاريا هي اللي كتحكم، اللي كيحكم هو الحزب الوحيد، ومصاب يكون كيحكم غير اللجنة المركزية ديالو، ومصاب تكون اللجنة المركزية غير الأمين العام الواحد الأحد. هذا طبعا إذا ما كانتش مراته هي اللي كتحكم. ساليت يا الأخ. سلام. تفضل الرفيق. أشكر الأخ على نقطة نظامه، وإن كانت قد أضحكت الأخوات فأنا أتأسف لهن. ولكن قبل ما نجاوبك غادي نقول لك، إذا كانت صغير مراته كتعرف تحكم وعندها المقاومات ديال الحكم، فسيدي حنا ما عندنا مشكل تكون مرا كتحكم إيمانا منا بالمساواة. ولكن أنت مني قلتي غير مراته فكأنك تحتقر الرجال الذين تحكمهم امرأة، لأنها في نظرك ناقصة عقل ودين وحدود. ولكن هذا شغلك، شغلك هذاك حلو مع راسك ومع الاخوات ديالك. حقيقه حرام عليك، حرام عليك هاد الاخوات هاد وهاد الملائكه هادو تجيبهم غير يحيحوا معاك ونهار اللي تحكموا تجلسوهم في الدار. هذا من جهه. اما فيما يخص ديكتاتوريه بروليتاريا اللي هي ضد الديمقراطيه عندك، وهذا فهم خطير ينم عن جهل عميق لصاحبه بالمرجعيه التي يحاكمها. فلا يمكن فهم ديكتاتورية بروليتاريا دون الاطلاع الجيد على كتاب لينين الدولة والثورة، ولا يمكن فهم هذا الكتاب دون الرجوع إلى إنجلس في كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة الذي لن تستوعبه إذا لم تطلع على كتابة مورغان في الأنثروبولوجيا. فحينما يحلل لينين ديكتاتورية بروليتاريا كتبقى مالكة استنادا إلى فهم ماركس للدولة،
فهو يخلص إلى كون الديمقراطية البرجوازية هي ديمقراطية الأقلية تمارس ديكتاتوريتها ضد الأغلبية، أي الشكل الذي يضمن 100% للأقلية مصالحها. هذا في حين أن ديكتاتورية بروليتاريا هي ديكتاتورية أغلبية تمارسها ضد الأقلية. وحسب الأخ شحال ديال البرجوازية 2%، وحسب شحال ديال الجماهير الشعبية قد نسبة الصويت على الدساتير في الأنظمة في الوطن العربي، يعني 99.99%. إلا أنني سأفيدك أسي أبلتي، حنا طلبة جدد وضحوا لنا مصالحنا وانتم غير الماركسولينين. شوف شوف الطلبة شوف، أنا عاودة مرة أخرى اللي تكلم بدون إذ المسير فأنا غادي نستعمل مع السلطة التقديرية اللي كتخول الحرقية المسير في تضعيه كامل حرقية. تسمو الرفاق، فضل الرفاق. أقول كانت على هذا الطالب اللي كيقول سنة أولى أو طالب جديد، أنا بيدي سنة أولى وطالب جديد. السيدي هادشي عمو ما كان في أوطيم وما عمو ما غادي يكون. سيدي اللي ما كيفهمش يمشي يقرأ، واللي ما فهم يقرأ يسول. وانا كنعرف ان النقاش الجدي كيحرجكم، ونهار اللي غادي تسيطروا فيه على اوطيم عارف ما غادي يكون لا نقاش لا في سياسه ولا في نظريه، لانكم لا تنتعشون الا في الجهل ببساطه. دري فرحانين بك اخي سعيد، ولكن خصك تدخل في سياق تنظيمي باش تدافع على وجهة نظر محددة. اما الماركسية بشكل عام فكيتقاسموها جميع الفصائل اليسارية. حنا محتاجين فيك اخي سعيد. انا معاك، ولكن انت خصك تكون معايا. فايش شكون ديك القصيدة اللي كانت واقفة قدام حيث في الحلقية؟ بوميراني ياك؟ راح للغرناطير. بروميراني أدا فرنسي. عندها شي رافق ولا لا؟ لا لا ماشي نديك النوع، ما كتصاحبش وصايبة بزاف. أنا كنعرفها من أيام الثانوية، راه فحال أختي. ما نكذبش عليك كمرض، ما كرهتي مع هذا الرافق. شنو قلتي اسمها؟ رحيل. كرهتي ندير معها فصيل السعادة والوفاء. لا الشيطان أخي سعيد. مصطفى مصطفى صافي صافي انا غادي. شكرا. شنو اسم هذا الحل؟ شنو اسم نعم شنو بغيتي؟ والو. ممكن ياك اسمك؟ بغيتيش تقول لي؟ لا. غادي يكون اسمك حنان او صفا. صافي صافي عرفت. بشكا او هدى انت شي تفكر فيها؟ ماشي في مشكل عندي بكو بس نهضر معك. أنا غادي نهضر معك مباشرة، نبغي نعمل معك علاقة. اسمي سعيد. السنة الأولى هذاك سمعتيها في الحلقية هذيك غير كتبت عليه. السنة الثانية اش قلتي دابا؟ فاجأتيني دابا. بالحق مناسبة، أنا اسمي راحل، راحل الغرناطي. خليني أفكر. أجيتينا؟ جالسة غير كتفرج فينا، عمرك ما كتعاود على راسك.
العيده اذا بقيتي هكذا غتبيريما. والله اختي ما كاين شي حاجه. متاكده زعما ما جان عندك حد مطلب منك حد شي علاقه؟ انا عرفت الحقيقه كاين شي حاجه ولكن ماشي معقوله. انتي مش غتعمل بمعقول من دابا، جرب مع راسك ومن بعد تعرف. انا ما عنديش مع هاد شختي. سمعوني مزيان البنات، نزل ديك الكتاب هنا. كتعرفوا العيله دخلتي صوريا ديك البرغوشه زوجات صح؟ عباد الله العيله باقي عندها 15 عام، جاها الراجل خانز فلوس طبيب ووالد وكيحمق بالزين. عرفتوا مني قلتي لي كنت كنا كنت ترعد تعقدت اختي. انا دابا عندي 19 عام وعلي نقفل 20 عام حسب 4 سنين ديال لافاك. هادي اذا ما عاودتي شي عامين حيت انا مكلخه منين غادي نسالي غادي يكون عندي لين 26 عام. شكون غادي يديها فيا ديك الساعات؟ بنات البنات انا مشاليه الترن، انا خصني الراجل، انا ما خصني نتصاحب ولا نمشي القهوي مضروبه، انا خصني الراجل اللي يضربني ويتعدى عليا ويحكم فيا يجي معطل ويقول لي فين ماشى وفين ماجى. المهم الراجل وكيف ما كان، واخا يكون غير طالب معاشه او غير خدام في الانعاش. انا ما بغيت لا حقوق لا مساواه، انا بغيت الراجل الراجل عباد الله الراجل. ماركس لقد كانت انجلترا دون شك في تسببها لحدوث ثورة اجتماعية في الهندوستان مدفوعة بأكثر المصالح قذارة، لكنه يستطرد ويقول فمهما تكن الجرائم التي قد تكون انجلترا ارتكبتها فإنها الأداة الغير الواعية في إنجاز هذه الثورة. هنا تلاحظون أن ماركس يرى في الاستعمار شكلاً أساسياً في المسار التاريخي لتحديث الشعوب. ويمكنكم أن تلاحظوا أيضاً أن إدوارد سعيد كان محقاً عندما أشار أن ماركس لم ينفلت من سلطة الإنشاء الاستشراقي. تفضل. إن إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق الذي يبلغ عدد صفحاته 366 صفحة لم يتحدث عن ماكس إلا في 4 صفحات، وهذا إشحاف في حق مفكر كبير مثل ماكس. ويبدو أن الأستاذ المحترم لم يطلع على رد كل من صادق جلال العظم في كتابه الاستشراق والاستشراق معكوسا، وكذلك كتاب مهدي عامل هل القلب للشرق والعقل للغرب. شكرا. أخي باغي نهضر معك. ما نقدرش عندي الكور دابا، أستاذ عجاني في فرنسا خصني نحضر له. غير دقيقة. لا. سعيد شفت حميد؟ لا علاش؟ طلب الخوانجية عاملين حلقي باش يعملوا تظاهر على المنحة، وحتى واحد من الدراري ما كاين، وحنا خصنا شي واحد اللي خرج الطلبة من لونفي. كيحضروا مع الأستاذ من بعد شهر الغياب ديالو في فرنسا. أنا خارجهم. تقدر؟ أه نقدر. دي فيلسوف كون فولتير، ديدرو، إدامبير. أستاذ ممكن كلمة؟ مهم تحية. خلينا نقراو أسي، خلينا نقراو. أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، تحية نضالية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. جيت باش نقول لكم كاين واحد المشكل أساسي للإخوان كيتعبؤوا باش تكون واحد التظاهرة من أجل أنهم يعطيونا المنحة في أقرب وقت، وكيبان أن التلاعب قائم بهادشي وحنا في وضعية متأزمة. لهذا كنطلبوا منكم الرفاق باش تلتحقوا التظاهرة في ساحة 9 يناير. تحيدوا يا طلاب ريكورد القوية. Thank you.
رفيق جمال بورت بارول فاس، الرفيق سعيد مناضل ديالنا. سعيد ارتاح ارتاح سنوصل كفاح، سعيد ارتاح ارتاح سنوصل كفاح، سعيد ارتاح ارتاح سنوصل كفاح. الرفاق والرفيقات، تحية نضالية إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. حلقية ديالنا اليوم معنا الرفيق جمال من فاس، وغادي يناقش المبادئ الأربعة دأوطيم. رفيق جمال تفضل. كيقول عليكم بلي أنكم ملحدين، جاوبني على هذه بعدا. صيغة السؤال جات على شكل تهمة، لذا الجواب ديالي غادي يجيب صيغة المرافعة. اولا هذه التهمة ليست مبنية على اي اساس، لا من ناحية التاريخية ولا السياسية، وليست هناك اي وثيقة تثبت ذلك ولا اي واقعة او حدث. ثانيا هذه التهمة ليست يتيمة وليست بدون سابقة، اذ سبق ان اتهمنا باللاوطنية. ملحد ماذا تعني؟ في البداية اصحاب هذه التهمة يقرنون الإيمان بالتبعية والخضوع والتصديق الأعمى والعدوانية، ويقرنون الإلحاد بالديمقراطية والتقدم والعدالة. حركتنا أيها الرفاق حركة سياسية نقابية لا تقوم على أي أساس ديني، وليس لنا أعداء في السماء، خصومنا أرضيون. تقدر تجبر منهم المسلم اللي ما كيخرجش من الجامع وهو ماشي هو كيفرق باليمين والشمال، تقدر تجبر منهم المسيحي واليهودي وحتى هذوك اللي ما عندهم لا دين ولا ملة، وشغلهم هادو. القاسم المشترك اللي كيجمع بيناتهم هما أنهم شفارة، ماشي من نعود الشفارة اللي هرسلنا راسنا بحضي راسك منهم حضي راسك منهم، ماشي من الشفارة اللي كيسرق بسطن باش يكمي أو يلبس، وماشي من نعود الشفارة اللي وصوا عبر التاريخ بقطع الدم. علاش؟ علاش هاد العنف كامل في التاريخ ضد اللص الصغير من قبل ومن وراء حمورابي، ولكن السرقة اللي كيسرقوها هما باسم تحت غطاء القانون هذيك سيدي ماشي سرقة، هذيك حلالا طيبا. علاش؟ علاش هذا العنف كامل ضد اللص الصغير؟ عرفتوا علاش؟ لأنه يتطاول، يهدد، يغتصب، كيتجرأ على الملكية الخاصة اللي رفعوها إلى مستوى الإله المعبود. حاد اللي عجبك غير بعدها ليها، يعني الملكية الخاصة اللي حداها، اللي طلب التوزيع العادل للثروة، اللي نادى بالمساواة في الحقوق، اللي بغى هذا الشيء كامل، هذاك هو الملحد في نظره. لنضع سؤال ثاني، ما هي النقابة؟ النقابة هي تنظيم اجتماعي مهني العضوية فيه كتقتصر على فئة مهنية واحدة. مثلا نقابة عمال المناجم كيف ما كيدل الاسم ديالها عليها، هي حكرة لعمال المناجم ذكورا كانوا ام اناثا، لا فرق بين اعزب ومتزوج. القاسم المشترك بيناتهم الاساس في الانتماء النقابي هو وحدة المطالب ووحدة العدو. فلسطيني فلسطيني على احدانه تتجمع الدنيا، فتورق زهرة الرؤيا على كل الميادين. فلسطين وكان الليل رشحه ليوم يصنع التابوت، وفي بيروت ماشي ماشي فعلا. بابا لا تكمل الفيلم هذا، الفيلم شفتو شي 7 مرات يبقى ما يشاف. حمد خليني نخرج نتنفس. طفى نعمش
الجنوب زوينات كان فيها تنقيطه زوينه. رحي شنو قلت في الموضوع ديالنا؟ لا علاش؟ ياك قلتي خصك تجاوب علي وانا كنجاوب عليك. لا شو معنى؟ ماذا قال كمارا؟ أنت مشاكل نفسية أقدرتي نهيك الفاصيل السعادة والوفاء. شفتي الكاميرات امراه بحال التطور خاصها النفس طويل والوقت يتمس نعيت وتصوك شي شحال محتاج بيها. عيشة خلت واحد الفارق كبير. شتي في الاول كانت راحل بالنسبه لي غير وحده كتعوض الاخره. دابا الاحساس ديالي ولا اكثر من تعويض. شنو قالت لك؟ طلبت مهله التفكير تعطلت. فكرتيني بالايام الاولى ديالي مع انيسه. قلت لك واحد الحاجه ما تعمرش يبالو بهذا الشيء. ما فهمتي انا ماكا كتعطيني احساس بانها موافقه وماكا كتحسسني انها ما باغيانيش. فهمتي اش غدير؟ صار بحال انك ما بقيتيش كتهتم بها منيك عليها. التقبيه هي اللي غادي تجي تقلب عليك في الاخير. قول لي يا كمارات شحال سنيتي حتى وفقت لك الرفيقه ديالك؟ عام ونص. دابا حنا مزوجين وعندنا بنيته سميتها سعيدة. على سعيدة من بي ولد الحرام ملي قلت له أنا قال لي أنا سمح في مراتي وولادي أنا وحدة في حالك. علاش هو ما قالكش من الأول؟ كون كنت عرفته مزوج ما كنتش نوصل لهادشي. إيوا شنو كنتي كتعمل معاه؟ والو 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 أنا كنت كنبغيه هو كان غير كيتفلى. هو هذا الحماق السيادي. واش واحد عرفت هادي سيمانة وتقول لي كتبغيه؟ أنا وقع لي هذاك اللي كيقولوا له الكود فودر. واش تينا ملي جيتي لمرتي نتينا في الكود فودر؟ أنا كنعرف الكود فودر كيجيني الواحد مرة واحدة في حياته ماشي يوميا. صافي البنات أنا عندي الحجاب ونلتزم. خبركم كاينه شي فحال طريق ديال الله ومنين نشد المنحه غادي نمشي عند الطبيب ديال النساء. اي والله يجعلنا نسيقوا. الا كان عندك غرام روحي بالعقل انا نقطع يدي. ما كنتيش هايده في الشاون. دابا غنولي بحال اللي كنت في الشاون من الدار للكليه ومن الكليه للدار. دابا تشوفوا راحيل. نعم بغيت نقول لك شي حاجه. شنو عزيز رجع بصح الحبيبه مبروك وقال لي واحد شويش غيقوز مورانا بالطوموبيل. مزيان عرضكم حتى نتوما يمكن غيدينا لابواط. بصح يلا صافي نطلق راسك. سير اختي امينه اذا حرمتيني من هاد الزياره الله يحرمك من الجنه. شي دابا حد قلتي غتلتزم اش من حجاب الايمان راه في القلب وعد انا عمري ما مشيت لابواط. يلا صافي نطلق راسك دغيا. رحيل. نعم رحيل الزين ديالي الفنون ديالي الحبيبه ديالي خلي ديك لاغوب الحمراء ديالك. صاحبك يا مشا اسامه مصطفى فين البوليكوب ديالي اللي خليت لك؟ صاحبي خليت لك فوتوكوبي ما جبتوش. أنا غنمشي نجي. رحيل عرفتي وسقات هاد العام غادي تكون تينا السبب وانتي عارفة علاش. هذاك شغلك إلا بريباريتي مزيان غادي تنجح إلا ما بريباريتيش مزيان ما غادي تنجحش. Thank you.
سعيد كدوزتي قول ما خدمتي هاد الماده مزيان غادي نخليها للدوره الثانيه. والو طلعتي سوق خاوي علاش سال العام وخرجت بيدي على قلبي هادشي علاش قدرت عرفتي خمسة د العشية نتلاقاو في سليمر علاش تجي تعرف يلا درت معك حياتك عملت معك تنتيمة شنو قلتي في طلب من خيرات ديالي في حزب السعادة والوفاء صح تتجمع اللجنة المركزية أولا شركونا معك في النقاش ديال التجمع قلت وانا قدان كل أكيد جيتو نتوما كتسألوا علاش هاد الدعوة للاجتماع الأمر طبيعي أننا نجلسوا مع بعضنا بعد سنة من النضال كيف كتعرفوا الرفيق حنظلة خد الإجازة ديالو هاد السنة واللي من لازم في هاد الوضع أن الإطار المسير ديال القاعدين يعرف تطعيمة جديدة وبعد النقاش تم اختياركم باش تكونوا في الإطار المسير ديال القاعدين وتحملوا المسؤولية الرسمية ديال الفصيل ودابا قرروا بيناتكم ثلاثة شكون اللي غيكون الناطق الرسمي كنظن أن رفيق علي هو اللي يقدر يصلح لهاد المهمة وخاصة أنه معروف في لجان الأقسام وعنده علاقة مزيانة بالفصائل الأخرى شنو قلت؟ أنا كنظن دوزو للتصويت أنا مع رفيق علي سأل. أنا كنظن تحملت المسؤولية ما فيها الكفاية على هادشي جا الوقت باش نرتاح بدا حياتي من جديد هنيئا الرفيق علي مزيدا من النضال والصمود قول برجلك اليمين كخصنا الذبيحة باش تعاود هاد الزيارة واخا سيدي عندك الرابع والخريف شحال وانا كنفتش عليه خليلي ده ولكن مقابل متزرفش عليا الله قلنا بسم الله لا ما خصنيش صافي غير غير ضحكت معاك شنو خصك زعما تحسبوها ليا كادو؟ إلا بغيتي، واخا انتي الناس تستحق اختار. شتي عمتي زينب وعبدو؟ تلقاو في أيام العزل الحركة الطلابية. عرفتي ملي ساقو بيهم الخبر الدار، حتى حد ما كان موافق بطبيعة الحال. كيفاش بنت الغرناطي بنت القعوبة ردي واحد على قد الحال ناس عاديين الحق انا اللي حمقني فيها هي مشات عملت داكشي اللي في راسها جوجو هما باقين كيقراو وعملوا بنتهم حنين وما باقين في الحي الجامعي تصور من بعد الاجازه والعطيقه مشى عبدو كيكمل القرايه ديالو على برا وهي مشات عند العائله ديالو في وزان دبرت على الخدمة تما مزيونة فواحد الشركة التأمين عرفتي با سيدي لو كان باقي عايش خدو محامي الحالة المدنية كتهضر على عمتك زينب بزاف ظاهرة عندك عزيزة مكدبش عليك
هي الوحيدة اللي كنقدر نتفاهم معاها نعود لها على كل شيء. تاع هادشي اللي بيناتنا. شنو بيناتنا؟ صدق جيب الحق كرتيني. شنو كيعجبك فيا؟ حتى حاجه فوالك كلشي عيقتي. شنو بغيتي نقول لك؟ حقيقه لا زياده ولا نقص. حيت انتي اجمل وحده في الكليه. هو قول عمر بها دقمك بالضبط. غير كذبت عليك بعد العائله داك الزهر اللي طحتي فيا طالع في اسم العائله. هادي كيقولوا لها الثقه في النفس. ولا ما عجبك حال شحال من واحد عمل الصف عليا كتسنى غير اشاره مني. هذا معناه انك كتبغيني حتى توصل لدرجه انك تنصحك ليا حتى باقيا. واخا قلت لك ايه ضاي تبدل في اي ساعه ودابا تقلبت لي فهم عمشي. دابا غنستعمل العنف. ممنوع الخوش. الباب مجدود وبالمفتاح. فين الهضره على الديمقراطيه وحقوق المراه؟ حقوق المراه هذيك الرفيقه غير اشاعه. واش هادي عام وانت كدوي وتجي فيا حتى مسحتي بيا الارض وتقولي حقوق المراه؟ واش كتسلى عليا؟ عندك الضحكه مزيانه. شنو اخر؟ كلشي فيك مزيان زعما نتسق واخا الا ما بغيتش تسق. دابا شنو هادشي ديالك؟ ما بغيتيش تحشم؟ العام كله ما كنشوفوكش حتى جمعت العائله كامله عاد باغيه تمشي بحالك. وما هذا العرس صاحبتي امينه وبزاف هاد الفشاح هاد بابك زيد توفيه. يكون في علمك المهدي هو اللي غادي يبلغك. واخا في إطار العنف والعنف الموضات تتم متابعة مجموعة من الطلبة المحسوبين على الفصائل اليسارية المتطرفة بجامعة الدهر المهراس بفاس بتهمة التعذيب المفضي إلى القتل طالب نفس الجامعة بعد محاكمة غير قانونية مزعوم أنها طلابية. وجاري البحث على الطلبة الآتي أسماؤهم: جمال بن عيسى. شنو دارلك في هالشيء كامرات؟ هذاك ماشي طالب. هذاك واحد شمكان من حي الليدو اللي كيتعرض للطلبة ويتحرش بالطالبات. الرفاق قرروا أنهم يحاكموه ويقدموه للإدارة وفلتت الأمر من يدهم لأنه كان خلق فيهم الروح. هذه ضربة قضية من موقع فاس. فين مشى رافق جمال؟ خدام مع شي رفيق في الأطلس. عليك الخاطر خصك تحمل المسؤولية ديالي. أنا كنت باغي واحد فينا يكون مسؤول ديالنا. المهم هو اللي قلت العام اللي ما جي غادي يكون صعيب علينا في الظرفيه كاهنا ديال الخوانجيه خصوصا قدام التراهد الجسم ديالنا. شنو باري؟ مساله اكبر من اننا نفكوا في موقع تيتون او شي موقع اخر. مساله خصها وقفه تفكير وطنيه. يعني لقاء وطني؟ بالضبط. انا كنت دائما كنقدرك ولكن التفكير المغامر اللي في مخك احسن من هذا الموت السريري اللي دخلنا فيه. انت كتعتقد بلي اللقاء الوطني ممكن يحل المشكل ديالنا؟ نحن مجبرون يا رفيقي لا خيارات كبرى عندنا. دابا جا الوقت باش نوسعوا دائره المواجهه لاننا بقينا هيدا كلشي غادي يبدا يتفرج علينا. تولي الاحزاب الاصلاحيه كدين في الجرائد ديالها العنف والعنف المضاد. عرفتك تينا اش كتعمل هنايا؟ توحشتك جامعة الطرطان. اوف ماشي وقته هذا. قالك يجي شي واحد. ما قلتيش داركم كامل مسافرين؟ مالك؟ والو فيا ما خلق لك المشاكل. اجي وصافي اجي. فين ماشي؟ طلقني راه امينه خاصها تهبط باللبسه الثانيه. توحشتك الطرحان. توحش لك الخير والربح. صافي وشنو بغيتيني نحيح باش يسمعني الناس كاملين؟ واخا عليك حالي. شوف غدا مع اللاك بعق قدام اوضه الاسماء. يلا بسلامه. اش ويلي حمقتي. سعداتك اخي سعيد. راح بنت الدرافات تهلا فيها. راه انت عزيزه في حلقتي. مالك كتوصي فحال اللي عتموت؟ جبرتيني كنحس بحال انا غنبقى في الحبس. انت خرجتي منه. خصك تبدل الطريقه اللي كتعامل بها مع البنات. كي
كيفاش غنعمل اخي سعيد؟ البنت اللي كتلقاها ماشي بالضوء كتفتح معاها نقاش حول الصراع الطبقي القضيه الفلسطينيه والكفاح المسلح. عرفتي عدك كتقرا شويه ديك الروايات. ولكن انا كنت دائما كنعتبر العلاقات شي حاجه ثانوي ولا تفهم قدام قضايا التغيير ديال المجتمع وما كتستحقش ان الانسان يتعرف. تقدر تهيط امه ومراه واحده تحرفوا لك. المراه على ما اخو خصك ديما تفكرها بانها مزيونه تخلى توحشتك مهم تهتم بها. ولكن انتينا كتعرفني اخي سعيد انا حشوني ملي كتعجبني شي وحده كنبقى نخطط ونفكر شنقول لها. وكطيح الطياره في الحديقه كتفنى عليا. اسير صاحبي ملي جاتك على لسانك قولها ما تخططش. دابا تبقى حيل راه كتفكر فيا او تجبر قصاك مع شي واحد. لا صاحبي راح نمشي من ديك النبع انا كنعرف اكثر منك. صح كثر داك دوصه مصطفى. قول كثر داك معقول شنو اسمح لي اختي بواحد دقيقة. خاي شنو المناسبة؟ ومنين كتعرفني؟ المناسبة هي أنك عجبتيني. سبحان الله العظيم. كيبان لي هاد الرجال اللي في القهوة كاملين عيور. علاش؟ ما عندهمش العينين. شوفوا هاد الزين كامل هذا يبقاو جالسين هكا. شنو بغيتي من عمي؟ يحتجوا يغوتوا، المهم يعدلوا شي حاجة. خاي إلا كنتي طلبتي دقيقة راه تسالت. وزيد جيتي معطل انا مخطوبه. شوف بان كون انا احسن منه تبدل لك الفهمه. شنو اللي درتيها كتجي معاك؟ ايوا البارح نقولو كنا حضارين اليوم ماشي شي حاجه غير تي شورت وتجي. اللي معطيه ولا معطيه لا مال عينك؟ والو حقلت النعاس والسهير وبكيت البارح وبردت على قلبي. ياك ما توحشتيني حتى انا الدرجه بزاف عليك. طبعا لا بكيت على الخرجات امينه واخا غير عام مكوزنا شي قليل. فوقاش غترجعو كابو نيغرو؟ فوقاش ما امرتي سيدي سعيد؟ واحد البركه مثلها بيا. في الحق انا ولد خالتي معايا خصو نرجع معاه. دابا ولد خالتك احسن مني؟ طبعا لا. هاتما عندك الكاسيت الا بغيتي تصنت شي حاجه. كتصنت انت نهدي كتعجبني بزاف. الو قال لك شي رفيق حميد علاش عامل معنا هنايا؟ قال لي حتى شي حاجه. الحق اكد لي اننا نتلاقاو في الخمسه. شوف بنتي انا زعما ديما بغيت نربيك باش تكون العلاقه ديالنا مبنيه على الصراحه والثقه. هو شابه قصرت في شي حاجه؟ حتى هادو سبات الشيء ملي كنت قدك. كي حسابي الوالد الله يرحمه عليك كيخربق. ولكن ما فهمت كلامه حتى كبرت وصبحت انا مسؤول. عاد بان لي بلي انه كان على حق في كل شيء. ما عرفتي شنو باغي تقصد. اجيني من الاخر. شوف انا غنكون معك صريح.
المهدي راه ماشي ضد انك تكمل الدراسه ديالك في الجامعه، واحد الا بغيتي راه يمكن لك تكمل الدراسه ديالك في احسن الجامعات في فرنسا الا بغيتي. انا خصني نكمل القرايه ديالي هنايا وشبر الاجازه ديالي هنايا، ساعتك غنشوف شنو غنعمل. ولكن يا بنتي شنو با؟ حنا سمعنا شي حاجه وانا قلت لماماك ان ما يمكنش يكون هذا في عيد الرحل، لان هذيك بنتي وانا كنعرفها مزيان. بحالاش؟ سمعنا بلي انا كنمشي مع حد. واش ماشي من حقي يكونوا عندي اصدقاء؟ ماشي بحال بحال هذوك اللي في الكليه كاملين طلبه. ولكن الامور تخلطت بنتي الله يرضى عليك. انا شنو باغي تحمقوني؟ انا ما كنطلب منكم والو، كنطلب منكم شي نكمل القرايه ديالي. العام جلس فيه النص وانا باقا هنايا جالسه. مزيدا من المدرس. مزيدا من المدرس. رفيق جمال غادي يبقى معكم في الدار واحد شويه حتى يلقاو الرفاق شي طريقه باش يخرجوا على سبتو للجزائر. الكاميرات نقصكم انتم معايا كتزيدوا فيها شويه. التهمه يلا خرجت في مقال الجريده، يعني ما كاينش شي حاجه كتثبت بان كاين المتابعة. من الاحسن تستناو شويه. غادي يبقى النظام ديما كيحاكمنا بالصحافه ديال الاصلاحيين. الرفيق جمال ما غاديش نعاود معاك نفس النقاش. اذا بقيتي هنا عندك جوج الحلول، يا اما الاعتقال يا اما السريه. الرفاق يلا نقلعوا من هنا، طلب شي شويه يبقاو يجيو. وعلاش؟ ما نعرف. خبرك انا تقبلت من دراسة المعلمين وجيت باش نسحب البكالوريا ديالي. يلا في السلامة. سلام. دابا الرفاق شكون اللي غادي يمشي يناقش مع الرفاق ديالنا في المواقع الاخرى؟ انا نمشي. ما يمكنش يا كاميرات، حنا محتاجين فيك في الساحه دابا. كاين هادي الرفاق. فين مشى الرفاق جمال؟ والله ما نعرف، عييت ما نقول له ما يخرجش. انا اللي غنمشي. انت هادي فكره غير وكان خصنا شي مكان اللي يضمن السريه تما اللقاء الوطني وما يكونوش الطلبه كيعرفوه. خصنا حتى واحد ما يعرف. عندي ماشي مشكل. كاميرات جمال فين كنتي؟ حسيت براسي تخنقت وخرجت. كاميرات قررت نرجع بحالي نفاس. Thank you.
مرحبا. السلامة ديالك. الله يسلمك. كيف لاباس؟ لاباس. صحة لاباس؟ الحمد لله. يا الدنيا خاوية. وين مريفك؟ دابا انت طالب تقدمي وكتكتب تحت الصورة ديال المفكر يساري ماركسي الشهيد. إلا جا دابا شي طالب إسلامي وكتب تحت الصورة ديال السيد قطب الشهيد، شنو هو الفرق؟ أستاذ اسمعني، بدون حق دلالي متميز ما عندكمش فين غادي تزيدوا القدام. والمهم خليتك تساه. أهلا. أنا لفت عليك. شي بخير؟ كي دايرة؟ صحيحة؟ شي بخير؟ لاباس عليها؟ لاباس عليها. غامضرة خلاوك؟ أخيرا. لا مزيان. عندك شي كور دابا ولا والو؟ لا ما عندي حتى شي حاجة. إيوا الله يدوزي معنا الويكاند ترتاحي مع راسك شوية. زين برا كتسنانا بالغدا. صحيح حتى ندوز للدار نبدل عليا. إيه الله يزين بغدا الدكان. يلاه. لاباس؟ الحمد لله. ايوا سبحان الله العظيم. هي الكدوس كدر هادي عام باش تلاقينا وتقول غير البارح، حتى انت تبدلت بزاف ما قلتش عليك، واخا كتجيني بالي ساعه ساعه حيت كنت تدريب معايا. حتى ولدي راغب كبير ورجع راجل، دي سمنه طهرت له ما باقي لي والو، نتهزم هالارض شي فحال من اسبانيا. نخلي راه غير مع واحد المرا حتى نعمل كواغيط ان شاء الله. باقي كيما كنت، فيا الهضره بزاف، اللي فيه شي صنيعه عمرو ما يبيعها. لا طال الله هو هذا. ابو الحق شنو سميتك؟ سعيد. كتجيني بحال اسمك معاد، جا معاك الاسم معاد. نتوما الطلبه كيقولوا عليكم صعابين، كتامنوش في الله، ولكن اللي فيكم مزيانه كتخرجوا في المخزن. عم الصعب لو كنت طالبه غير على ديك المنحه كتقرا وعاد كيخلصوك. هذا الحلاوه شحال دوزت يا رجال، كل واحد خصك دير له خاطره. ملي يعني كنت ابتدائيه كنت كنجي انا الاولى، كما كنت تصاحبت غير مع داك المسخوط. كره دابا انا شي حاجه، شي استاذه ولا شي محاميه. خسارة. واش معاك؟ ما تعطيني والو؟ لا بلاش. كتخدم صاحبتك؟ عندكش.
مصاب لو جبرت شي واحد يكون في حالي. نعطيه عين. غلطة ولا الوقت اللي تبدل ولا عندي تصور من بعد هذا الوقت كله نرجع من الدار ونقول لهم انا غنطلق. وعلاش عبدو تبدل تماما؟ ماشي هو عبدو اللي عرفت لايام الدراسة ولا في الايام الاولى تزوجتين. الحاجة الوحيدة اللي بقت لي هي بنتي حامية. كي داكتي؟ من يركب البحر لا يخشى من الغرق. مالك؟ توحشتك. حتى أنا. تبدلتي عليا. ترى عندك مزينة. نعستي؟ لا. علاش ما قلت لي شي داك وما خلوكش تكمل القراية؟ شكون قال لك؟ ماشي مهم. صافي هادشي ما عندك ما تقول لي. شنو بغيت نقول لك؟ زعما توحشتيني ما والو اولا صافي طلعت لك في راسك قدامك. شوف غير هنا وانت تعرف ما بان لي والو. ولكن ما جاوبتينيش. اجي فين هو مصطفى؟ قول لي كانت خاويه بلا بعد. قبل ما تجي دقنا المؤتمر 18 وبين المقررات ديالو كان الكفاح المسلح. دابا مشى نكوبا يجيب السلاح. بلاك متفلى عليا. خصك تعرف كما كان شي مصطفى خديشي معك هنايا. بديتي كتدخلني الشك. بديت كنغير. صافي حبيبي ديالي بكيش. Ahora que te tengo aquí a mi lado solo dime cómo está si te encuentra bien con él si te quiero de verdad si te va todo el día amor. جاوب جاوب والله الا كتقصح عليا. الا جاوب غنغوت والله الا غنغوت. شنو داكتي ليها مسخوط عندك هاد الفقيه واعر. عندي واحد المشكل. لا بس الريفه تفاسو جداد جاو ما عندي فين نعملو. علاش ما كنتوش عارفين فوقاش داري معاهم وقت اللقاء الوطني؟ وتسنى دابا واتسالى الفيلم ونمشيو. علاش جيتي؟ رافق جماعه غيمشي في حالو نبرنا له شكون يخرجو على سبته. حيث توحشت. سلام رحيل بعد نتلاقاو صافي. لا تندوز لا تندوز. دابا شنعدلو؟ لقدكم من الاول هادشي كان فيه تسرع ومغامرة. مصطفى اسكت الله يخليك. علاش نسكت؟ فين كان بالك؟ علاش ما ناقشتيشي معاه يفاق المساهمات ديالهم؟ حنا في تطوان ما يمكنناش نتحملوا النفقات ديال اللقاء الوطني بوحدنا. جاتني مساله بديهيه ملي غيجيو غيساهموا معانا. اش من بديهيه هذه كيقولوا لا تحمرينا. اسعيد احترم راسك. مصطفى صافي صافي والرفاق
انا غنمشي نعس. خصنا ضروري نلقاو شي حل بالنسبه لي انا اللي نساهم داكشي اللي كله اللي بقى لي من المنحه. وغدا غادي نمشي نشوف الطلبه اللي متعاطفين معنا يساهموا. اجي رفاق طفات وجده فين هما دابا؟ خليناهم يباتوا مع واحد الطالب متعاطف. بالنسبه لمكان اللقاء شنو راه خاطر عتقل غيدبر فيه؟ انا غير كتبت باش نمشي للمبادره ولكن ضروري ما نلقاو شي حل. حتى راسك هكا ماركت تهلا في الرفيقات حزب السعاده والوفاء. انا ندبر لكم فيدا من لقاء وطني. حتى غنمشي لطنجة ونجيب لكم فتح. شكرا. هذا هو وجهي. حاني نسويع ديالها عمتو بغيت تسوات الفيلا. علاش؟ عندي واحد اجتماع عندنا واحد لقاء وطني. شكرا عمتو. اجي لينا في مشا رفاق كيسناوني. انا باغا نهضر معاك راحيل. الوقت كيتبدل خصك تسمع الهضره ديال ماماك. كلشي كيقول لك كتبغي المصلحه ديالي حتى واحد ما كيبغي رايي. تينا راحيل باقا صغير. تينا ملي كنتي قدي مشيتي مع عبدو. اسمع راحيل نقول لك واحد الحاجه. الاحسن ما تجوشي بالراجل اللي عندك معاه ذكريات. فين هي الكاميرات ديالك؟ ماشي دابا. هيا جات. فين تعطلتي؟ طوبيس تعطل بينا. كاميرا من وجده. نصرف لي بس باش نعرف فين هي. هي الوحيدة اللي كاينة تما. لا لا باي. سعيد. شنو؟ خصني نهضر معاك. ماشي وقته، رفاق كيستنى. يلا باي. كيفتوما لاباس؟ هو الوالدة راها طاحت وديناها السبيطار. بصح يوما هادشي وقع. راك عصبتيها؟ لا ماشي انا. راه تينا كبيرة. صافي 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 صافي. لا تبارك الله عليك إلا ما دخل عقلك. والله العظيم إلا مزيانة هادي. قلك إلا جبروا معاك عزي تخلص 1000 درهم. 100000 فرانك هاي بدل. وانا باش غادي نعرف واش غادي يحرق ولا جاي تسخر ولا توريس. حاصل هاد البلاد ما بقات زادقه فيهن الدرويش غير العيال والسلام. كيتلاقى مع المراه اليوم غدا كيصبح اللهم صل على النبي حفنا هاد العيال. هاد الايام واحد السيد ديالنا مشى يخطب واحد خيتي. عرفتي شحال طلبوا له في الصدار؟ جوج دالمليون. جوج دالمليون عباد الله. عمل عمليه حسابيه جبر عنده فيها عامين. الله يسلك على خير وسلام.
فين حنا كاميرات سعيد؟ كاميرات نقدروا نعرفوا فين حنا؟ دقدقه الثقه ديالي راح الغراطي. شنو ندوزو التصويت باش نعرفو شكون اللي غادي يبات هنا؟ هزك الماكامارات. علاش؟ ما عندكش بطاقة نخاية تحس بالسعادة والوفاء. عندنا لقاء وطني ديال الطلبه القاعديين، راحيل هي اللي عطاتني المفتاح. توفيق. مزيون هذا المنظر، عمري ما شفته. الأول كنت عارفة شنو خصني، دابا تلفت ما بقيت عارفة والو. أنت وحشوك. كلشي تبدل عليا، تقول ما عرفتش شحال كازد الوقت. شنو غادي نعمل دابا؟ فين مالي كاميرا؟ سالا اللقاء الوطني، كل شيء نجح بحاله. باش خرجتو؟ خرجنا بين وطني الطلبة القاعدين تقبضوا مين لكي يدعوا الإضراب الوطني تحت شعار من أجل حقنا في المنحة والتعليم. دابا كل واحد تكلف باش يناقش مع الرفاق ديالو البين حتى في المواقع اللي مات محضوتش. مزيان. شو وقته هذا؟ رفاق ديالك محتاجين لك. توحشتك. بعد مني. مالك يا رحيل؟ والو. قولي لنا لك. صافي. مش بدل عليك تعطلنا. اليوم تصر القوى الظلامية على إطفاء شمعة أخرى. اليوم يستمر حفل الشهداء ليرصع الطلبة القاعديون قافلتهم بجواهر من دمهم. أيها الرفاق، أيها الرفيقات، لقد وصلنا للتو من رفاقنا بفاس نبا أختي لرفيقنا جمال بن عيسى.
اكتبه فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار أيتها الخوذات البيضاء حذار من طفل نبتت بين أصابعه النار من طفل يكتب فوق جدار يكتب بعض الأشعار وبعض الأحجار وبعض الأشجار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار رحيل